وصلا لست بطولات إفريقية إلا أول تعادل آخر بطولة. هكذا اعتادت جماهير الكرة المصرية من المارد الأحمر الذي لم يعترف بثوابت الكرة ودائما ما يكسر القواعد، حيث حصل الأهلي على 6 ألقاب إفريقية من أصل 8 بطولات انتهت نتيجة مباراة الذهاب فيهم بالتعادل، وهو ما يمنح الأمل لجماهير القافلة الحمراء في لقاء العودة. فتعادل النادي الأهلي مع ضيفه الوداد المغربي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهما السبت الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا قلص التعادل نسبيا من فرص الأهلي في الحصول على اللقب، خاصة وأن لقاء الإياب الأسبوع المقبل على ملعب الوداد البيضاوي ووسط جماهيره. تاريخ من التعادلات اعتاد عليها الأهلي انتهت بالبطولة، تعادلات كان من بينها تعادل الأهلي من الهلال السوداني في الخرطوم بدون أهداف في نسخة 1987 من دوري أبطال إفريقيا قبل أن يعود في مباراة الإياب بالقاهرة ويفوز على نظيره التونسي بهدفين نظيفين ويحقق لقب البطولة. تعادل الأهلي مع ميميلودي سان داونز الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق في نسخة 2001 من دوري أبطال إفريقيا، وعاد ليفوز في مباراة الإياب بعدما عرف من أين تؤكل الكتف، وسجل نجوم الأحمر ثلاثية نظيفة مكنتهم من اقتناس البطولة الإفريقية. تعادل النادي الأهلي مع النجم الساحلي سلبيا بدون أهداف في نسخة 2005 من دوري أبطال إفريقيا قبل أن يعود في مباراة الإياب في القاهرة ويسجل ثلاثية سحق بها النجم التونسي وحقق اللقب الإفريقي المفضل. تعادل الأهلي مع الصفاقسي التونسي بهدف لكل فريق على استاد القاهرة في نسخة 2006 من دوري أبطال إفريقيا، وعاد الأحمر في البطولة الأشهر بين ألقاب إفريقيا. تعادل الأهلي مع الترجي التونسي على ملعبه بهدف لكل فريق في نسخة 2012 من دوري أبطال إفريقيا، وعاد الشياطين الحمر ليخطفوا اللقب من ملعب رادس بعدما فازوا بهدفين مقابل هدف على الفريق التونسي. تعادل الأهلي مع أورلاندو بايرتس خارج الديار بهدف لكل فريق في نسخة 2013 من دوري أبطال إفريقيا قبل أن يفوز باللقب بعد تسجيله هدفين مقابل لا شيء على ملعبه. فبعد كل هذا التاريخ، هل سينجح الأهلي في تفادي مأزق لقاء الإياب والخروج بنتيجة إيجابية تكفل له الفوز وكتاب التاريخ جديد، أم يكون للترجي التونسي رأي آخر؟ إسراء سعد، تحيا مصر.